أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لأول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. 3-2-1 أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. طلاب الصف الثالث الابتدائي، مرحبا بكم في منهجنا الجديد كونكت 3. النهارده ان شاء الله هنبدا نراجع سريعا على اول شيء معانا وهو ضمائر الفاعل. عرفنا ان الضمائر سبع ضمائر. الضمير الاول وهو اي معناه انا، اي انا، هي هو، هي هو، شي هي، شي هي، ات هو او هي لغير العاقل، ات هو او هي لغير العاقل، وي نحن، وي نحن، يو انت، يو انت، زي هم. يبقى الضمائر عندي سبع ضمائر: اي انا، هي هو، شي هي، ات هو او هي لغير العاقل، وي نحن، يو انت، زي هم. بعد كده هناخد الضمائر ونحطها مع فعل اسمه بي. فيرب تو بي معناه يكون، اتكلمنا عنه في حلقه سابقه، لكن هنقوله سريعا مع السبع ضمائر: بي في المضارع قلنا ام واز وار، بي في المضارع ام واز وار، اي ام بقول اي ام انا اكون، اي ام انا اكون، هي شي ات بيبقى معاهم از، اقول هي از شي از it is. اما we you they بيبقى معاهم are، بيبقى معاهم are، علشان كده اقول we are you are they are. يبقى be في المضارع am و is و are. تمام تمام. بعد كده تعالى نتكلم عن نفي verb to be. نفي verb to be عند القاعده بتقول ايه، فاكرها؟ تمام، لما نيجي ننفي نحط بعد كل مساعد not. تمام، هنا هنحط نوت بعد ام وبعد از وبعد ار عشان تبقى ام نوت واز نوت وار نوت. اما لما نيجي نعمل سؤال بهل، فبنقدم از او ار على الفاعل وبحط علامه استفهام. يعني لما اقول از هي يعني هل هو، از شي هل هي، ار يو هل انت، ار زي هل هم. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الادجكتيفز. ادجكتيفز الصفات. اول صفه هي هانجري. هانجري معناها جائع. هانجري معناها جائع. ثيرستي 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 معناها عطشان. ثيرستي معناها عطشان. هوت هوت يعني حران او ساخن، حران او ساخن. هوت. cold 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 معناها بارد. cold معناها بارد او بردان. happy سعيد. happy سعيد. happy سعيد. تمام. sad 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 معناها حزين. sad حزين. عندي كمان old old كبير السن او عجوز. old. وعندي كمان young 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 يعني صغير السن. young يعني صغير السن. تعال نوظف الضمائر مع الصفات مع verb to be علشان نكون جملة بسيطة. في الجملة الأولى لو قلنا he is happy، he is happy هو سعيد. أول حاجة علشان ننفي الجملة قلنا نحط not بعد is، وبالتالي هنقول he isn't happy. he isn't happy هو غير سعيد. اما علشان اقدر اسال سؤال بهل، فبقدم is على he وبتبقى is he happy. is he happy هل هو سعيد؟ لو هو بالفعل سعيد بقول yes he is. اما لو كان مش سعيد بقول no he isn't. تمام. الجملة اللي بعد كده بتقول they are thirsty. they are thirsty هم عطشانين. لو انا عايز انفيها هقول
They aren't thirsty. They aren't thirsty. هما مش عطشانين. أما لو احتاج أكون سؤال بهل بقول are they. كل اللي عملته اللي قدمت are على الفاعل. فقلت are they thirsty؟ هل هم عطشانين؟ لو هم فعلا عطشانين بقول yes they are. لا no they aren't. طب لو قلت I am hungry. I am hungry. أنفيها إزاي؟ أقول I am not hungry. I am not hungry. أنا مش جعان. لما أجي أعمل سؤال بهل I am في السؤال تبقى Are you؟ هل أنت؟ Are you hungry؟ هل أنت جائع؟ Are you hungry؟ هل أنت جائع؟ لو أنا جوعان بقول Yes I am. لا يبقى no I am not. بعد كده عندي فعل اسمه feel. feel معناه يشعر. feel معناه يشعر. لو انا قلت I feel happy يعني انا اشعر بالسعادة. I feel happy انا اشعر بالسعادة. I feel sad اشعر بالحزن. I feel sad اشعر بالحزن. I feel thirsty أشعر بالعطش. I feel thirsty أشعر بالعطش. I feel hungry أشعر بالجوع. I feel hungry أشعر بالجوع. I feel hungry أشعر بالجوع. I feel hot أشعر بالحر حران. يبقى I feel hot أشعر بالحر. I feel cold أشعر بالبرد. I feel cold أشعر بالبرد. إذن كلمة feel معناها يشعر وبيجي بعدها الصفة اللي أنا عايزها سواء كان happy sad thirsty hungry cold hot. بعد كده عندي كلمة استفهام اسمها how old. how old معناها كم عمر. لو أنا عايز أسألك أنت أقول لك عندك كم سنة أقول لك How old are you? How old are you? كم عمرك؟ في الحالة دي بتقول لي I am ورقم السنين بتاعك. لو انت عندك 10 بتقول لي I am 10. لو عندك 9 بتقول لي I am 9. لو عندك 8 بتقول لي I am 8. لو عندك 12 بتقول لي I am 12. يبقى How old are you? Repeat after me. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? كم عمرك؟ طيب لو أسأل بقى عن عمره هو أقول How old is he? هو عنده كم سنة؟ How old is he? في الحالة دي برضو بجاوب وبقول He is. He is. ورقم السنين بتاعه لو هو عنده 10 بقول He is 10. عنده 9 بقول He is 9. لو عنده 8 بقول He is 8. نفس الكلام مع she. How old is she? How old is she? عندها كم سنة؟ لو هي عندها 10 بقول she is 10. عندها 11 بقول she is 11. عندها 9 بقول she is 9. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.